هذا وقد عاد الرئيس السيسي إلى أرض الوطن بعد حضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم بالدوحة والتي انطلقت أمس. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة القطرية عقب مشاركة السيد الرئيس في فعاليات حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم والذي يقام بالعاصمة القطرية الدوحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة السيد الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي تأتي تلبية لدعوة شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر، عائداً بسلامة الله إلى أرض الوطن.